بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: باب يعمل عمل فعله سبعة. اقرأ يا ابن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. أحدها اسم الفعل، وهو على ثلاثة أقسام: ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعد، قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. وما سمي به الأمر كصه بمعنى أسكت، بمعنى أسكت. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، كذا جاء في بعض الطرق. وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب، قال الله تعالى: ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه وا، قال الشاعر: وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. وواها، قال الشاعر: واها لسلمى ثم واها واها، يا ليت عيناها لنا وفاها. طيب، بسم الله. يقول شيخنا رحمه الله: باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل، شرحنا في درس سابق أقسام الفعل، وقلنا إن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الماضي مثل كلمة سافر، المضارع يسافر، الأمر سافر. علامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، أقول فاطمة سافرت، والمضارع علامته يقبل لم، والأمر علامته دلالته على الطلب وقبول ياء المخاطبة. نقول كما قال ربنا جل وعلا لمريم: كلي واشربي. الفعل إذا دل على الماضي ولم يقبل علامته يسمى اسم فعل أمر، يسمى اسم فعل ماضي، مثل كلمة شتان وكلمة هيهات. هيهات بمعنى بعد، والشتان بمعنى افترق. والكلمة إذا دلت على المضارع ولم تقبل علامة تسمى اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، مثل كلمة وي بمعنى أعجب، وكلمة أف بمعنى أتضجر. أما فعل الأمر، إن الكلمة إذا دلت على الأمر ولم تقبل علامته تسمى اسم فعل أمر، مثل كلمة صه بمعنى أسكت. وهذه وضعت من أول، يعني وضعت هكذا لم تنقل. وهناك اسم فعل أمر منقول، منقول من الجار والمجرور، مثل كلمة عليكم أنفسكم. عليكم يعني إلزموا. طيب، كلمة إليك عني يعني ابتعد. الظرف مثل مكانك، مكانك يعني أثبت. طيب، أمامك، أمامك وكلمة وراءك، وراءك يعني تأخر، أمامك يعني تقدم. إذن اسم فعل الأمر، هناك اسم فعل الأمر وضع وليس منقولا، يعني وضع استعماله وليس منقولا من غيره، يعني مثل كلمة صه بمعنى أسكت. وهناك اسم فعل الأمر منقول من الجار والمجرور، كقوله تعالى: عليكم أنفسكم يعني إلزموا، إليك عني يعني ابتعد.
إليكم نشرة الأخبار، يعني خذوا نشرة الأخبار. وهناك اسم فعل أمر منقول من الظرف المكان. مكانك يعني أثبت، أمامك يعني تقدم، وراءك يعني تأخر. وهناك اسم فعل أمر منقول من المصدر، فكلمة رويدة زيد بمعنى أمهله، رويدة زيدا بمعنى أمهله. فرويدة أصلها أروه إرواء بمعنى أمهله إمهالا، فحذف الفعل والمصدر اللي هو إرواء صغر فصارت رويد، وحذف آخره تخفيفا وهذا يسمى ترخيم فصارت رويد. ورويد نابت عن الفعل، يعني كقوله تعالى فضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب، حذف الفعل وناب عنه المصدر. فكلمة رويد زيدا يعني أمهل زيدا، فالمصدر يعني ناب عن الفعل. هذا يسمى اسم فعل أمر بمعنى أمهل. فعندما تقول رويدة زيدا بمعنى أمهل زيدا. إذن خلاصة ما قلناه، الفعل ثلاثة: ماض وعلامته أن يقبل إيه؟ الساكنة. والمضارع علامته أن يقبل لم، والأمر علامته الدلالة على الطلب وقبول. فالكلمة إذا دلت على المضي ولم تقبل تاء التأنيث اسمها اسم فعل ماضي، يعني نعطيه جنسيتين، يعني اسم فعل ماضي، وهما كلمتان: شتان بمعنى افترقة، وهي هات بمعنى بعودة. أما اسم الفعل المضارع يدل على المضارع ولم يقبل لم، مثل كلمة آه يعني أتوجع، وأف يعني أتضجر، وي بمعنى أعجب. واسم فعل الأمر يدل على الأمر ولا يقبل علامته، يعني لا يقبل ياء المخاطبة، مثل صه بمعنى أسكت. وهذا يعني من أول استعمالي هكذا، ليس منقولا من شيء آخر. وهناك كما قلت اسم فعل أمر منقول من الجر والمجرور أو من الظرف أو من المصدر. تعالوا بنا لنقرأ ماذا قال شيخنا رحمه الله. قال: وهو على ثلاثة أقسام ما سمي به الماضي مثل هيهاتا. قال الشاعر: هيهات هيهات العقيق. فهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة، العقيق اللي هو الجبل، العقيق اللي هو الجبل فاعل هيهات. عنوان الدرس يقول الشيخ: باب ما يعمل عمل الفعل. فاسم الفعل يعمل عمل الفعل. فإذا قلنا بعد العقيق، بعد فعل ماضي، كيف عرفنا أنه فعل ماضي؟ لأنه يقبل تاء التأنيث، أقول الطريق بعدت والعقيق فاعل. إذن بعد دي ماذا فعلت؟ رفعت الفاعل، صح؟ يبقى الفعل رفع إيه؟ برضو اسم الفعل يرفع الفاعل، هيهات العقيق. فالفعل يرفع الفاعل، وبرضو أيضا اسم الفعل يرفع الفاعل، صح ولا لا؟ لأنه يقول باب ما يعمل عمل الفعل. طب إذا قلت لك صه، صه بمعنى إيه؟ طب تعال نعرف أسكت. أسكت فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طب صه اسم فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره، يبقى اسم الفعل يعمل عمل الفعل. هل فهمتم؟ طيب لما أقول مثلا أعجب، أعجب يعني أعجب أنا، فأعجب فعل مضارع لأنه يقبل لم، أقول لم أعجب. طيب أعجب أين فاعل أعجب؟ ضمير مستتر تقديره أنا. طب إذا قلت وي، أهي وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، فتعمل عمل أعجب بالضبط. يا هذا ده عنوان الدرس، فهمت ولا لا؟ يعني عنوان الدرس يقول ما يعمل عمل الفعل، أول نوع مما يعمل عمل الفعل هو اسم الفعل. هل فهمتم؟ أظن واضح كده. طيب وما سمي به الأمر مثل صه بمعنى أسكت. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت. صه يعني أسكت، كذا جاء في بعض الطرق. وما سمي به المضارع مثل وي بمعنى أعجب. قال الله تعالى: وي كأنه لا يفلح الكافرون،
يعني أعجب لعدم فلاح الكافرين. وكلمة واء أهي واء بمعنى أعجب، واهن بمعنى أعجب، وي بمعنى أعجب، كل هذا ده اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. يقول الشاعر: و بأبي أنت وفوك الأشنب، طبعا الأشنب أو الشنب في لغتنا العامية يطلق على الشارب يعني، صح ولا لا؟ لكن المقصود به في لغة العرب الشاعر يقول لمحبوبته و يعني أعجب بأبي أنت، بأبي جار ومجرور متعلق بمحذوف، يعني أفديك بأبي، يعني أبوي يموت بس أنت تعيشي، فهمت ولا لا؟ هذا معنى أفديك بأبي. وفوكي، فوك يعني الفم، والفم عندما تحذف منها الميم تعرب إعراب الأسماء الست، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال شيخنا العلامة ابن مالك وسم يقول إيه: وارفع بواو وانصبن بالألف. أيوة نعم، طيب كويس، انتوا حافظين ما شاء الله. إذا فوكي الأشنب، الأشنب يعني رقة السنام مع حسنها يعني. الشاهد كلمة وا بمعنى أعجب. طيب البيت الآخر: واه لسلمى بمعنى أعجب لسلمى. ومن أحكام اسم الفعل، امسح يا أحمد، ومن أحكام اسم الفعل، اقرأ يا ابني يلا بسرعة. ومن أحكام اسم الفعل يلا بسرعة. أنه لا يتأخر عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى الزم زيدا. إذا ما قرأناه قلنا إن اسم الفعل يا من عمل الفعل، هل واضح؟ نعم. الآن نريد أن ندرس أحكام اسم الفعل تختلف عن الفعل. الحكم الأول أنه لا يتأخر عن معموله، هل فهمتم هذا الكلام؟ لا فهمتم، أنا لسه ما شرحتوش. نعم إزاي؟ من أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، هل هذا الكلام واضح؟ معمول. لا إله إلا يا درد أنت هو. طيب بس خلاص، عايزين نشوف الفعل هو. شوف ربنا يقول جل وعلا: فريقا هذا، الفعل تأخر عن معموله لأن أصلها هدى الله فريقا، صح ولا لا؟ هذا فعل، الفعل ما عمله؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول، صح ولا لا؟ ففريقا مفعول به لهذا، فده يسمى معمول. معمول يعني الفعل عمل فيه النصب، فيجوز أن يتقدم المعمول على الفعل، يعني بمعنى الفعل يتأخر، كما قال ربنا جل وعلا: فريقا هدى، صح ابن ولا لا؟ أهو الكلام ده لا يصح في اسم الفعل، واضح يا أولاد ولا لا؟ فإذا قلت عليك زيدا، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم الفاعل أنت وزاد مفعول به، يبقى اسم الفعل عامل عمل الفعل، إلزم زيدا إلزم فعل أمر، لكن عليك اسم فعل أمر، هذا معمول اسم الفعل، صح يا ولادي؟ نعم. لا يجوز ان يتاخر، يعني اللي هو اسم الفعل لا يجوز ان يتاخر، وتقول زيدا عليك، فهمت ولا لا؟ نعم. هذا لا يجوز، هذا الفرق الاول بين الفعل واسم الفعل، واضح يا ولادي؟ نعم. ولا مش واضح؟ واضح. طيب، خلافا للكسائي، الكسائي رحمه الله أجاز تقديم المعمول على اسم الفعل، والكسائي عالم من علماء النحو ورئيس من رؤساء المدرسة الكوفية وقارئ من القراء السبع المشهورين، وهو قارئ من قارئ الكوفة، احتج بقوله تعالى: كتاب الله عليكم، أشوف كتاب الله عليكم،
فهو يعرب كتاب مفعول به مقدم، ناصبه اسم الفعل هو عليكم، يعني إلزموا كتاب الله. هل فهمتم؟ ده كلام الكسائي. فالنحاة ردوا عليه قالوا أنت غلطان. غلطان ليه؟ ده والكلام واضح اهو. أو أصلها عليكم كتاب الله، يعني إلزموا كتاب الله، فتقدم المعمول وتأخر العامل هو اسم الفعل. فالنحاة قالوا لا، ده كتاب، ده مصدر لفعل محذوف اللي احنا بنسميه مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، وتقديره ايه؟ كتب الله ذلك كتابا عليكم. كتب الله ذلك كتابا، يبقى كتابا لها كتابا اللي احنا بنسميه مفعول مطلق، كقوله تعالى وكلم الله موسى ايه؟ تكليما. تكليما مفعول مطلق لعامله كلمة، فكتابة مفعول مطلق اللي هو مصدر، يعني عامله فعل محذوف، يعني كتب الله ذلك كتابا عليكم. هل فهمتم؟ نعم. طيب، ومن أحكامه، اقرأ يا ابني، امسح يا احمد يلا بسرعة. من أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه، تقول نزال نحدثك بالجزم، كما تقول انزل نحدثك. وقال الشاعر بس اسمع يا ولدي، لما اقول ذاكر تنجح، ذاكر فعل امر، والامر لون من انواع الطلب، الطلب يشمل امر او نهي او استفهام. الفعل الواقع ده مجزوم لان واقع في جواب الطلب، كقوله تعالى ارسله معنا غدا ها يرتع، ادعو لنا ربك يخرج، ففعل الامر. الفعل المضارع الواقع بعده يبقى مجزوم للواقع في جواب الطلب، اذكروني اذكركم، او اسم الفعل الامر يشترك معه في هذا الحكم. اقول نزالي نحدثك، نحدثك ده فعل مضارع مجزوم للواقع في جواب الطلب اللي هو اسم الفعل، فنزالي بمعنى انزل. ايه الفرق بين انزل ونزالي؟ انزل فعل امر، لان ممكن اقول لانثى انزلي، لكن نزالي لا، نقول نزالي لا، يعني لا يجوز ان تلحق ياء المخاطب، فده اسمه اسم فعل امر لانه لا يقبل ياء المخاطبه. هل فهمتم؟ فيشترك مع الفعل. فالفعل المضارع اذا كان واقعا جوابا للطلب اللي هو الامر يعني يجزم، وكذلك اسم فعل الامر برضو الفعل المضارع يجزم. هذا معنى كلام الشيخ. ومن احكامه دل ان كان دالا على الطلب يعني الامر، يعني جاز جزم المضارع في جوابه، نزالي نحدثك، كما تقول انزل نحدثك. ها يقول وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي. ايه الشاهد هنا؟ قول الشاعر يقول مكانك، مكانك تحمدي. شوف الشاهد اهو، مكانك، مكانك اسم فعل امر بمعنى اثبتي، فأثبتي فعل أمر لأنه يقبل ياء المخاطبة، وهو يحدث نفسه عندما دخل المعركة ورأى السيوف تتطاير منها الرؤوس، فبلت نفسه تخاف وترتعش ويريد أن يرجع، فبدأ يثبت نفسه، قال مكانك، يعني أثبتي مكانك، تحمدي أو تستريحي. تستريحي بالموت في سبيل الله فتدخلين الجنة، أو تحمدي يحمدك الناس لأنك شجاعة، لكن إذا فررت يعني اتهمت، يعني أصبحت إيه متهمة بالجبن وبالخوف. فهو يقوله مكانك تحمدي، الشاهد إن تحمدي أصلها تحمدينا، فده فعل مضارع مجزوم، علامة الجزم حذف النون لأن الأفعال الخمسة اللي جزموا اسم فعل أمر. أثبت تحمدي، مكانك تحمدي، كما أن الأمر يلزم المضارع الواقع في طلبه في جوابه، كذلك اسم فعل الأمر. يلا يا ابن هات. ومن أحكامه، امسح أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي وصهبا نحدثك. اسمع يا شباب، لما أقول ذاكر تنجح، ها ده مجزوم ولا منصوب؟ مجزوم. مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب، صح ولا لا؟ طيب إذا سبق بالفاء أقول فتنجح،
ذاكر فتنجح، ودي تسمى فاء السببية، لأن ما قبلها سبب لما بعدها، فالمذاكرة سبب في النجاح. ففاء السببية إذا سبقت بطلب عن أمر، أقول ذاكر فتنجح، يبقى أصبح تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية عند البصريين، وعند الكوفيين فعل مضارع منصوب بفاء السببية. طيب، هذا الذي قلناه لا يجوز في اسم الأمر، لا يجوز في اسم فعل، في اسم الفعل يعني، لا يجوز أن نقول مثلا مكانك فتحمدي، لا يجوز. يعني أقول أثبت فتحمدي، ممكن أثبت أو أثبتي فتحمدي، أثبتي فتحمدي، يبقى تحمدي فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعلامة النصب حذف النون، لأن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. واجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم للنصب والجزم سمة، يعني علامة. فالأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، وهي كل فعل مضارع اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن من أحكام اسم الفاعل أن الفعل لا ينصب بعده بالفاء، لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. هل هذا واضح؟ نعم. طيب، واضح يا أولادي؟ واضح. ولا مش واضح؟ واضح. طيب، يلا اللي بعده. ها، الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها، الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها، الله الله.